هعمل دلوقتي سلطة الزيتون الأخضر بالطماطم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بسرعة. حلو؟ دي مهمة جدا. أوسع الدنيا كده أول بأول. معايا زيتون أخضر. يا ولد. فين الزيتون يا شيف؟ حاضر يا فندم. ده الزيتون الأخضر أهوت. بالشكل ده كده. حلو أوي. حاجة بدل المخلل لطيفة وحلو. بنحط عليه فص ثوم. شوية بقدونس. بالشكل ده كده. بقدونس مفروم ناعم. بصلايه مفرومه ناعمه. السلطه دي عايزه تحبيها زي ما اقول لحضراتكم كده، اعمليها وبيتها في الثلاجه. هناخد الطماطم دي كده اهي، قطعيها مربعات مكعبات اربع زي ما انت عايزه. تاني، السلطه دي عايزه تستمتعي بجمالها وبطعمها، اعمليها من بالليل، اعمليها قبل ما تروح الشغل. هتغنيك انك تقفي في محل الطرش وتجيبي طرش للامانه يعني. وصحيه، وعلى الاقل ضمننا الايه المكونات بتاعتها. لان يعني في حاجات دلوقتي يعني ترش مثلا، الحاجات اللي بنشتريها من بره، اي نعم مع احترام لكل المحلات وكل الناس اللي بيبيعوا ترش كل حاجه، في حاجات صغيره كده اللي احطها في الاعتبار اللي هي لازم تكون صحيه 100%. الزيتون الاخضر مع الطماطم مع البقدونس الثلاثي يتنافس على الطعام. معانا الطفل سعيد بيسأل من على السوشيال ميديا، عشان تعرفوا حضراتكم ان احنا بنتابع السوشيال ميديا اول باول اهو زي الفل، وبنجاوب على كل الاسئله. ايه عايز اسال عم سعيد؟ عايز ايه يا ست الكل؟ الجندفلي. الجندفلي ده طبعا طريقته سهله جدا، بنجيبه ونشيل الرمله منه اهم حاجه علشان ما تعملناش مشاكل صحيه. وبعد كده بناخده يا عم سعيد بنحطه على النار مع بصلايه مع كزبره خضراء مع ثوم، ونسيبه على النار لمدة 5 دقايق. وبعد كده بألف هنا وشيف هناكل اللحم اللي جواه. ولو عايزين نعمله شوربة بنحط له شوية كرفس لطاف جمال، يبقى شوربة الجندفلي بالكرفس. شوف السلطة الحلوة دي كده اهي. طب دي حطها قدامي كده ومن غير مثلا ايه شوية فتة حلوين، طبق كبسة، طبق برياني، طبق مندي، الحاجات دي مهمة جدا على السفرة اهي اهي. حلو قوي. مركب. خلص الكلام، هنخليها هنا ونقدمها زي ما تحب. انا معاك مخرجنا الجميل. عينيا يا فندم. قولوا معايا بصوت عالي، رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.